مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ من اكثر الاسئله اللي كنت بنسالها ولا زلت بنسالها على سيريز وظفك، انه كيف انا اقدر اقدم للوظائف الحكوميه وبالاخص الجيش القطري، الدفاع المدني القطري، الاخويه القطريه، الامن العام القطري، المؤسسات الحكوميه القطريه، المؤسسات الاجتماعيه في قطر. علشان هيك انا بدي اخصص مجموعه من الفيديوز اللي راح احكي فيهم من هذا الفيديو لكمان كم فيديو عن هاي الوظائف اللي راح تعطيك ابيليتي انك انت تقدم لكل هاي الجهات اللي اي ثينك انها بتهم شريحه كثير واسعه، سواء من المقيمين الموجودين في دولة قطر أو من الناس العرب الموجودين خارج دولة قطر. ممكن كمان تفيد إنها تفيد الإخوان القطريين المواطنين. فخلينا نبلش وما نطول أكثر من هيك. أنا جاسر مصطفى وهاي جي توكس شانل وهاي وظفك سيريز. طبعاً ما بيخفى علينا إنه الوضع الحالي هو صعب على كل الناس وصعب على كل الدول وصعب على كل الشركات وصعب على كل الجهات اللي ممكن توظف الناس، لكن عجلة العمل خليني أحكي لساتها عم بتدور. علشان هيك إحنا بدنا نستمر دائماً في إنه إحنا نحاول نوصل للوظيفة اللي نحنا عم بندور عليها. قبل ما نحكي في هذا الموضوع، في فيديوهات كثير أنا حكيت عنها تفيد او توعي في انك انت كيف تدير بالك وتحمي حالك من فيروس كورونا، واهمها انك تحافظ على نظافة ايديك، تغسلهم بشكل دائم، تبعد عن الناس اللي ممكن يكون عم تظهر عليهم الاعراض، تبعد عن التجمعات، واكيد تستخدم المعقمات. علشان هيك انا هلا حاليا قبل ما ابلش الفيديو راح استخدم المعقم، وبتمنى انكم انتو كمان دائما تستخدموا المعقمات لحتى انكم انتو تحموا حالكم قدر الامكان من الاصابة بهذا الفيروس لا سمح الله. بعد هيك بدي احكي لك قبل ما تبلش الفيديو، لا تنسى انك انت تروح تزور موقعنا اللي انا اصلا طلعته من حاجة المتابعين للشانل، واللي بيزود الناس بملفات عددها المفروض يكون كبير. هلأ عم نرفع الفايلات على الموقع بشكل أكبر. هاي الفايلات تحتوي على جميع معلومات التواصل مع عدد كثير كبير من الشركات. في الوقت الحالي عم بيكون التركيز على الشركات الهندسية، الاستشارات الهندسية، المقاولين الفرعيين، والكونسلتنتس أو الاستشاريين الفرعيين، والسبلايرز أو المزودين، والمصانع أو المصنعين والمانيفاكتشررز، وشركات الإدارة. كل هاي الشركات في عدد كثير كبير من الوظائف ممكن تدور فيهم، مش شرط تكون مهندس علشان تقدم فيهم، ممكن محاسب، ممكن بزنس ديفلوبمنت مانجر، ممكن سكرتري، ممكن أي وظيفة إنك أنت تشتغل فيها مع هاي الشركات وهاي المصانع وهذول الموردين وغيرهم. فلا تنسى تزور موقع www.gisobuy.com، ولا تنسى تستغل هاي الفترة، لأنه هاي الفترة هي اللانشينج لهذا الويب سايت، عملية الإطلاق لهذا الويب سايت، والخصومات على الويب سايت عم تحصل لأكثر من 95% على الفايلات. وبدي الفيدباك تبعكم لحتى أعرف الفايلات مناسبة عم تستفيدوا منها، الأسعار مناسبة وكنت ناول الجميع، وقدرتوا انكم تستفيدوا منها أو لا. عم بحط مع كل فايل 2 فيديوز لحتى تحكي لك انت شو ممكن تلاقي بالفايل وكيف ممكن انك انت تستفيد منه. طريقة الدفع الموجودة على الويب سايت حاليا هي الباي بال، او انك انت ممكن تتواصل مع info@gisobuy.com لحتى ممكن انه احنا نرتب عملية الدفع بطريقة تانية، لكن الاسعار رمزية بشكل كثير كثير كبير. خليني ما اطول اكثر من هيك، وخليني ابلش باول مجموعة او اول جهة انت ممكن انك انت تكون عم بتدور للوظائف لإلها في دولة قطر، وهي خلينا نشوف مع بعض. أول جهة أنا حبيت أن أبلش فيها هاي الفيديوز وهي الجيش القطري والقوات المسلحة القطرية والإخوية القطرية، الوظائف العام 2020. هدول الجهات دائما عم بنسأل عنهم كيف ممكن نحن نقدم لهاي الوظائف، إيش المتطلبات للتقديم لهاي الوظائف، وهل بقدر أقدم لها أو لا. اليوم أنا عم بحكي لك عن هاي الوظائف اللي أنا بدي أقدمها اليوم، أو هاي الجهة اللي أنا عم بقدمها اليوم، إنها هي متاحة أو فيها وظائف بسنة 2020.
ممكن المرجع اللي انا ماخده هو شوي قديم باول 2020، مش كثير قديم، هو عبارة عن شهرين لثلاث اتوقع. الموقع راح تلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو اللي انا عم بحكيه او اللي انت عم تحضره. هاي الوظائف المتاحة وتم الاعلان عنها من قبل الجيش القطري بحسب الموقع وحسب المرجع اللي اخذنا منه المعلومة لعام 2020 للحاصلين على الشهادات العليا وللحاصلين على الشهادات الثانوية العامة واللي بتنطبق عليهم الشروط المطلوبة لهاي الوظيفة حسب القانون ب 2020، حسب القانون والشروط اللي حطها الجيش القطري للمتقدمين في عام 2020. الأشياء اللي مطلوبة منك والأشياء اللي أنت بتقدر تعملها حتى تقدم هاي الوظيفة راح تكون معروضة على السكرين بالإيمجز اللي أنتم عم بتشوفوها والسنابس المأخوذة من الموقع اللي هو مصدر هاي المعلومة، واللي طبعا هو محدد باستمرار، واللي بتقدر تدخل على موقع الجيش القطري وموقع الوظائف للأجانب في دولة قطر في الجيش القطري ولمواليد دولة قطر في الجيش القطري. طبعا من هاي الشروط اللي نحن بنحكي عنها للتقديم انه يكون حامل اما درجة البكالوريوس او شهادة الثانوية العامة او على الاقل شهادة الاعدادية. الشغلة الثانية من الشروط المطلوبة انه يكون لائق من الناحية الصحية ولا يعاني من اي مشاكل صحية، واكيد راح يتم تقديم شهادة صحية للمتقدم لهاي الوظيفة. الشغلة الثالثة انه المكتوب أن يزيد عمر المتقدم عن 30 عام بأي شكل من الأشكال أو بأي حال من الأحوال، لكن الأكيد أنه في خطأ في هذه النقطة، أنه أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام بأي حال من الأحوال. نقطة مهمة بطلبها الجيش كمان أن يجيد مهارات التواصل المطلوبة باللغة الإنجليزية كتابة وقراءة، وهون ما عم نحكي عن أنك أنت تكون سفاح في اللغة الإنجليزية، لكن زي ما حكينا في كثير من الفيديوهات أنك تكون قادر على توصيل معلومتك وأنك تكون قادر على فهم المعلومة اللي توصل لك إياها الطرف الآخر باللغة الإنجليزية، لأنه إحنا عم نحكي عن بلد مالتي ناشوناليتيز، فاللغة اللي ممكن تواصل فيها مع كل هدول الناشوناليتيز هي اللغة الإنجليزية، ومش شرط أنك أنت تكون سفاح في اللغة الإنجليزية 100%. وآخر شرط محطوط أنك أنت ما تكون مقيد بالعمل مع جهة حكومية في دولة قطر أو مؤسسة حتى تكون شبه حكومية في دولة قطر. هذول الشروط بشكل عام لحتى أنك أنت تقدم للوظيفة في الجيش القطري. هلأ أكيد نوصل للمرحلة اللي هتحكي لي طب أنا كيف ممكن أن أنا أقدم في هاي الوظائف الموجودة مع الجيش القطري. طبعا أنك أنت تجمع كل الأوراق المطلوبة اللي حكينا عنها، أنك أنت تكون مرفق شهادة المعافاة الطبية اللي بتثبت أنك أنت ما عندك أي مرض بتعاني منه، أي أوراق ممكن تدعمك أنت كشهادات مثلا دورات أو كونفرنسز انت حضرتها، اي اوراق ممكن انها تفيدك في تقديم الطلب وتخليك انت تتقدم على غيرك في هذا الطلب بسبب الكواليفيكيشنز الموجودة عندك، تمسك هاي الاوراق كلها وبتقدمها لإيميل الوظائف تبع الجيش القطري، وهذا الايميل راح تلاقيه موجود على السكرين، فانت بتقدر تاخذ هذا الايميل وتقدم له بشكل مباشر. وطبعا كمان غير الايميل في طريقه ثانيه انك انت ممكن للاستفسار او لتقديم الاوراق او كيف نقدم الاوراق، اللي هو رقم التلفون اللي عم بتشوفوه على السكرين، كمان تقدر انكم تتواصلوا معه لحتى انكم انتوا تتقدموا لهاي الوظائف. وقبل فتره انا حطيت واحد من الفيديوز انه إعلان التوظيف للجيش القطري، واللي هو قدمه الجيش القطري لكل باحث عن العمل أو لكل حدا حابب إن هو يقدم لهاي الوظيفة. لهون أنا بكون حكيت لكم واحدة من أهم الجهات اللي الكل عم بسأل عنها، كيف إحنا ممكن إنه إحنا نقدم لوظائف في الجيش القطري. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. لهون بحكي لك إنه أنت لا تنسى إنك أنت تعمل لايك وشير حتى اليوتيوب يفهم إنه هذا الفيديو مناسب او مفيد، وانه ينشره بشكل تلقائي للناس ويصير يطلع للناس. اذا بتلاقي انه في ناس ممكن يستفيدوا من هذا الفيديو، يا ريت لو تبعت لهم هذا الفيديو. واكيد ما تنسى انك انت تعمل سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل خاصيه الجرس اللي هو النوتيفيكيشن بيل لحتى يوصلك كل جديد، ولا تنسى تدخل على الويب سايت www.jisoby.com. لهون بقدر احكي لكم ديروا بالكم على حالكم، حافظوا على اجراءات السلامة لحتى انكم تحموا حالكم وتحموا حبايبكم وتحموا ابنائكم واهلكم من الفيروس، ودمتم بخير وبشوفكم في فيديو جاي. سلام.